عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. عم عبد الله اتصل على جماعة وقال إن شفت تعبان على شوية الهيش دول. طبعا لازم الهيش كله يشتغل من مكانه، لو تحت منه هنجيبه. طبعا ممكن احتمال كبير يبقى فيه بحور بتاع فيران يبقى داخل منها، لازم زي ما تحبكم المكان كله يشتغل ويتنقل، كل شوية هيش يشتغلوا في جنب تاني. طبعا نقل دول اول، نقل دول اول عشان برضه نتأكد انهم مش لما تشوف ده شويه عشان هيجا هاجي كتير ورانا كده قدامنا. ما تكرهش قد التعبان طلع طويل طويل لما تشوفه عايز راحه بالراحه راح عشان نقول نقول كتير لما نقول كتير نقول كتير الارض عشان ما تفش ورانا حد انا اكتب لك حتى خد بالك مسكت فار مسكت فار تمسكوا تصور
انت مسك الخوف. ايوه كمان غير خلي بالك في مصر. ايه؟ خلي بالك انت عندي. انا بس. اخيرا يا جماعه ظهرت معانا بعد عناء. شوف الشطاره برضه. طبعا يا بكر هتروح منه طبعا يا جماعه نواجه شبح اول شط البوص زي ما حضرتكم شفتوا ما جبناهاش الا في اخر شويه كبر يا جماعة حوالي متر ونص طبعا يا جماعة خلاص عم الحاج قال كده ان هو مش هيجيبوها بالله عليكم يا جماعه محدش يحاول يعمل الحركات ديت طبعا يا جماعه الكوبرا مش هي تهدى خالص لان هي كانت في مكان طبعا يعتبر ساخن كبرة فايقة أوي
قهرنا محمود. يعمل الحركات دي يا جماعه، الحركات دي ما عملناهاش غير بعد تدريب كتير جدا. بالله عليكم ما حدش يا جماعه يحاول يعمل الحركات دي. يا جماعه طبعا يا جماعه كده بتتحرك مع حركه الجسم او مع حركه الايد. هذا جماعه الكوبري هذا يا جماعه طبعا زي ما عودنا حضراتكم كل جنب بيبقى فيه ناب. ادي ناب هنا اهو شحن. وادي ناب في الناحيه الثانيه. طبعا يا جماعه الحمد لله اللي ربنا ستر على عم الحاج. هو كان خايف جدا وكان مرعوب. طبعا يا جماعه كان شايفها من بدري من حوالي الساعه 8 الصبح وما كانش يتخيل ان احنا هنجيبها والحمد لله جبناها. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس. مع مصطفى هجرس زي ما حضراتكم كل يوم جديد.